السلام عليكم مشاهدي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده واموركم كلها بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا معايا عندي جلابه هنا مخدومه بالراده، يعني جاهزه، ما عندي ما ندير فيها، ولكن غنزيدها بعض الاضافات. انني غادي نخدم واحد شبكه توب ديال الشبكه تحت من هاد الجلابه هادي، اللي غادي يجيبان غير من الطوق، يعني من هنا، ومن الطول ديال الكميمات، ومن الطول ديال السيده، الطول الكلي ديال الجلابه. كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هي الشبكه اللي جابت لي السيده باش نخدم ليها تحت من هاد الجلابه هادي. هي الجلابه راه لبساتها، ولكن حيت كتبين الحوايج اللي كتكون لابسه لتحت، فاقترحت عليها انها دير هاد الشبكه هادي تحت من هاد الثوب. وجيت دابا باش نوريكم كيفاش نفصلوها وكيفاش ناخذ القياس، يعني القياس ديالها كيفاش كيكون تحت من الجلابه. بالنسبه للقياس راه نفس القياس تاع الجلابه هو تاع الشبكه، الا في الطول ديال الكمام وفي الطول ديال الكلي ديال الجلابه اللي كيكون زيد. بالنسبه للطول ديال الكمام تقريبا هاد الكمام الاصليين ديال السيده هو هذا الطول ديالهم، غيكون زيد تقريبا بشي 3 سنتيم باش تجي شبيكه باينه من الكميمات. والطول الكلي ديال الجلابه حتى هو غادي نزيد عليه تقريبا شي 3 سنتيم بحال هكاك، لان الجلابه فيها افتتاحات في الجناب، يعني الشبكه راه غتجي باينه. المهم خليكم معايا حتى تشوفوني كيفاش غندير الفصاله ديالها، وبقاو معايا حتى نكملوا هاد الجلابه هذه او هاد الخدمه اللي عندنا اليوم، ونتلاقاو. هذا هو الثوب ديال الشبكه اللي غادي ناخذ لها الجلابه هذه اللي غندير لها تحت منها بحال شكل القميص. خديت الثوب ديالي، خديت هاد الطرف هذا وتنيته على هنايا، يعني عندي 80 فوق و80 لتحت. هذه هي الدوره ديال الجلاب، 80 هنا و80 هنا. عبرت القياسات ديالي مزيان. دابا غنجيب هاد نعاود نطول على 4 على هذا الشكل. هذا نحاول نقادو على هذا الشكل. هذا يكون عندي قاد، وغادي نفصلو الفصالة العادية اللي كيفما كنشارك معاكم ديما. خديت الثوب وتنيتو على 4، غنجي ناخد الطول ديال الجلابة. الطول ديال الجلابة عندي متر و 34، ها هي من هنا لهنا، ها هي متر و 34، ها هي جاتني هنا. غنزيد عليها واحد 4 سنتيم أولا 3 على حسب طول السيدة واش باغاها طويلة. يعني هاد التوب ديال الشبكة هذا اللي غادي تلبسو تحت من الجلابة، واش بغاتو طويل أولا بغاتو حد في القياس. المهم أنا غنزيد 4 سنتيم، ها هي تجيني متر و 38، ها هي صافو. غناخذ القياس ديالي العادي اللي مالفا كناخذ معاكم، ندخل ب 8 سنتيم. خديت الكتاف عندها 22، عندها 21 في الكتاف، عندها 20 في الكتاف، وواحد ديال الخياطه هي 21. غنهبط بسنتيم، ب 4 سنتيم. من هاد الربعة غناخد 22، نص ديال 22 هي 11، ونجي للصدر عندها 30.5، غناخد ليها 30.5 هنا. ما غنزيد حتى سنتيم، ما غنزيد حتى شي قياس آخر. ناخد طول الحوض وكذلك طول الحزام 33.5، ها هي هنايا. غنجي وغنخرج سنتيم هنا، نفس الخدمة اللي خدمت معاكم، نفس الخياطه اللي قلت لكم ديك النهار، قلت لكم على الفصاله كتبقى نفسها. اللي كيختلف هو هذا، هو القياس، المقاسات هما اللي كتختلف، اما الخدمه راه كتبقى نفسها.
دابا غادي نجيب المقص ونقطع. بسم الله. هاد الشبكه راه شويه صعيبه في الصاله ديالها، كتبقى تشد لينا في المقص. انا فصلتها، نطلع واحد شويه هنا. هذا الشكل هذا. دابا غنجيب الامام باش غناخذ هذيك التقويره الاماميه. باش غنخلي العنق ديال هذا يجي بين، ما غنحبطش ليها بزاف، غنحبط لها تقريبا بواحد 8 سنتيم بهذا الشكل هذا. باش يبقى يبان الثوب هاد الشبكه وندير لها واحد الفتيحه هنا باش تبقى تبان ليها الفتيحه ديال الجلابه، تبقى تبان فيها الشبكه. صافي وغادي نجي باش نفصل الكمان بواحد 30. نجيب الثوب اللي بقى ليا في هذا الشيء هذا، غناخذ الثوب على هذا الشكل هذا وغنلاقي الراس مع الراس، يعني هذيك الزواقه ديال الشبكه غنلاقيها مع بعضياتها على هذا الشكل هذا. هاد الثوب يعني هاد الشبكه هادي هي اللي غتجيني انا في الكمام. قادت الثوب مزيان قلت ليكم، وغنجي غنرجع للجلابه غنشوف الطول ديال الكم ديالها عندها 54، وغنزيدها واحد 4 سنتيم هي 58. ها هي 58، ونزيدها واحد هي 59 ديال الخياطة باش الجلابة تقريبا غتجيني هنا، وهاد الشبيكة هادي غتبقى ليا في طايحة على الكم. صافي غنفصل الكم ديالي عادي، كنحبط ب 12، راني هادشي شرحه في الفيديوهات السابقة. ناخذ الطوله ديالكم وغادي نحط هنا، عندي 18 لانني غنزيد على الطول ديالكم على حساب الخياطه بهذه المسطره هذه. كنكون فصلت الكم ديالي، يعني خديت العطاره غير نتأكد من الطول ديال الكمام لي عندي. صافي غادي نجيب المقص، وهدوما الكمامات كنجي
ديال الكريمه باش كنعلب في المنتصف ديال الكمام على هذا الشكل. هذا هنا كتكون كملت البصاله ديال الشبكه اللي عندي. دابا ما بقى لي الا ندوز نخيطها ونلبسها بالجلابه ونتلاقاو في الشكل النهائي. وهانتوما البنات والاخوات والسيدات اللي معايا في القناه، حيت الناس عاتبوني وقالوا لي انت الكلام ديالك ما موجهش للبنات بوحدهم، فاحنا راه عيالات وكاينين امهات اللي كيتفرجوا فيا. كنقول لكم من هنا مرحبا بكم والف الف مرحبا. انا فاش كنقول البنات راني كنقصد العامه. المهم انا كملت الخدمه ديال الشبكه اللي خدمت معاكم، كيف ما كتشوفوا كيجي الطويق ديالها باين، وانا هنا خليتها للسيده باش ترجعها لمولات راندا تخدم تخدم ليها هاد الدريس هنايا. شوف كيفاش كتجي تقويره باينه من التوب ديال الجلابه، يعني الفتحه ديال الجلابه كتجي باينه من هاد التقويره، وكيجي الكميم خارج من ديك الشبكه خارجه من الكميم على هاد الشكل هذا. يعني القياس اللي عطيتكم انا كيجي على هاد الشكل هذا، كيجي محيدق وزوين. هانتوما كتشوفوا معايا هنا شفتوا كيفاش كيجي. عاد باش الطول شفتوا الطول شحال كيجي هابط، كيجي تقريبا واحد 4 سنتيم هابط على الطول العادي ديال السيده. وكنقول ليها المولاتها بالصحه والراحه، تلبسها ان شاء الله بالصحه والراحه. وهذا هو الشكل ديالها النهائي. كنتمنى من هذا الفيديو نكون فدتكم وعطيتكم بعض الافادات وبعض الاضافات للجلالب اللي كيكونوا ديجا نتوما لبستوهم وخدمتوا بهم. يعني الا بغيتوا تبدلوا لهم الشكل تقدروا تزيدوا عليهم هذه الاضافه هذه. وكنقول لكم وصلت معكم نهايه الفيديو، الى اللقاء والى فيديو اخر ان شاء الله. نتمنى انها تكون فرجه ممتعه عليكم، وما تنسوش تدعموني في القناه ديالي وديروا لايك وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيوها مع اللي كيهمهم الامر بالنسبه للخياطه اولا اللي بغى يتعلم الخياطه. كنقول لكم مرحبا والف الف مرحبا، الى اللقاء والى فيديو اخر ان شاء الله.